يعني يا زينب، وصلنا لمحطتنا الأخيرة واللي حتكون مساحة طبية كتار بيسألوا عنها، دور وأهمية الجراحة التنظيرية ودورها في تدبير الأمراض وتطوير تطورها لهذه الجراحة. معنا الدكتور أحمد عرقسوسي، اختصاصي بالجراحة العامة التنظيرية وجراحة الصدر. صباح الخير دكتور، كيفك؟ صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. يعني عم نحكي عن الجراحة التنظيرية اللي دخلت بكتير أمور لكشف الأمراض، وخاصة طرأ عليها كتير من التطور والتحديثات. خبرنا عن دور الجراحة التنظيرية اليوم بتدبير الأمراض، وما الحداثة اللي طرأت عليها؟ الحقيقة تاريخيا أول عملية جراحة تنظير استئصال مرارة سواها مورياب 1989. من 1989 لهلا نحن 2021، 32 سنة قفزات يعني متصاعدة بشكل فظيع بأدوات والعمليات اللي بتجرى بالجراحة التنظيرية. حاليا يعني بحكي عن مجال الجراحة العامة وجراحة الصدر، ممكن 99% من العمليات ممكن تصير بالجراحة يعني بالجراحة التقليدية المفتوحة تصيب الجراحة التنظيرية، ولكن نحن انه بده تقنيات كذا، تطور الاستابلرات، العدسات، الاجهزه الدقيقه تمام الحديث، خلينا نتمكن من اجراء كثير عمليات بالجراحة التنظيرية. عرفت علي شلون؟ كانت شغل يعني الجراحة التقليدية عم نشتغل كبيرة، فترة ألم طويلة، استشفاء طويل كذا، بالجراحة التنظيرية كل هالشيء هذا عم يكون بالعكس. يعني نحن الجراحة التنظيرية أول شيء مداخل صغرية، مداخل كثير صغيرة، يا دوب 5 ملي أو 10 ملي هي مداخل تبعتي من الجراحة العامة ولا جراحة صدر تمام الحديث. فترة الشفاء أقل بكثير، ألم أخف بكثير، التهاب الجوع بيكون كذا، ومنظر تجميلي عم يكون كثير فظيع. إضافة إنه أنت أثناء الجراحة التنظيرية عم تشتغلي على مونيتور أو شاشة يعني، فأنت الصورة عم تكون مكبرة حوالي من 10 إلى 15 مرة، أكيد حتكون دقة الشغل أفضل وجودة النتائج عم تكون أحسن إن شاء الله. نعم. يمكن هلا مع تطور الطب وصاروا يفضلوا الجراحة التنظيرية عن الجراحة العادية، ولكن بشروط معينة الدكتور هو اللي بيشوفها مناسبة للجراحة التنظيرية ولا لا. كدكتور يمكن هو اختصاص جراحة تنظيرية، بتنصح فيه بشكل عام؟ وهل يخص حالات معينة يمكن لا يستحسن في الجراحة التنظيرية ونلجأ للجراحة التقليدية العادية؟ هلا نحن بالبداية كان أول شيء مضاد استطباب، شلون؟ في شيء كان مطلق، هلا شوي شوي عم يصير نسبي. نعم. زيادة الخبرة وزيادة الكذا، فنحن تقريبا حاليا مثل ما بقول لك ما في جراحة بتصير بشكل تقليدي إلا ممكن تصير جراحة تنظيرية عن طريق الادوات المناسبه والاستثمار المناسب. بس الفكره نحن الاساسيه المشكله هي الكوست، يعني دعم التكلفه، شلون يعني الاستابلرات مثلا كذا، شلون كلها هي تكلفه غاليه، شلون ولكن امكانيه اجراء اي عمليه بالجراحه التنظيريه شلون قائمه وبشده، شلون. وكنصيحه دائما اي عمليه ممكن تصير جراحه تنظيريه حرام تصير جراحه عامه. هلا الشيء اللي واعد مضبوط والشيء صار مثل شغله مطلقه تماما استئصال المراره، هلا صعب تلاقي يمكن بلدنا كل 1000 مراره في شغله تنشغل واحده بشكل جراحي مثلا اوبن، ولكن الباقي كلها بنشغل تنظير في شغله مطلق. جراحات البدانه بشكل عام في شغله كلها بالتنظير عم تكون نتائج اجود وافضل، بتعرفي المريض عم يكون كثير بدين، فبدك تعطيه جروح كبيره اللي يتضايق مثلا بعد العمليه، بدك انه انت كانت تشوفي مضبوط تحرك المعده بشكل صح، خياطاتك كذا شغله. فهدول الاصابات تقريبا مطلقه للجراحه التنظيريه، اكيد ما بنقول نحن حالات معينه ممكن نلجا للجراحه العاديه التقليديه المفتوحه، شلون؟ اكثر شيء نحن بنخاف منه اذا كان في عمليات سقاعه، شلون؟ الالتصاقات اللي بتكون كذا ممكن نحن بالتنظيم ما تنفك، قد نضطر نشتغل اوبن، شلون؟ وبالمرارة ممكن اذا كان في تشوهات تشريحيه بالشريان او كذا، شلون؟ نضطر انه نحن نشتغل اوبن، شلون؟ ولكن انه اي شيء بيشتغل بشكل تقليدي في امكانيه نشتغل تنظير، شلون؟ وحتكون تكون فعلا نتائج اجود. هلا المنحة الثاني هو بجراحه الصدر، استئصالات الاوام الكتل كذا، الكيسات المائيه بالرئه او بالكبد، كلها اسباب مطلق لنشتري جراحه تنظيريه. ولكن في عمليه كثير نحن عم نحكي فيها وكذا، شلون هي جراحه فرط التعرق بالتنظير. نحن في ناس كثير بتشكي من دائما عنده تعرق مفرط، كان صيفا وكان شتاء بشكل غير مألوف يعني، تمام؟ في دراسات بتصير وكذا، شلون اسباب معين نحن بسموه شيء اسمه خزع الودي بالتنظير. هلا هي سلسله بسيطه على جنب الظهر، مجرد ما نشالت شلون تنبيه الاعصاب للخلايا العرقيه بالايد بالباط بالوش كذا، شلون بيوح، فبترجع الامور عاديه، تمام؟ تخيل نفتح صدر نحن مثلا نعمل شقه كبيره والله مشان واحد عم يعرق، وبالتنظير 3 ثقوب صغيره انا بشتغل بثقبين، عم تعطي نتيجه انت مباشره مريض خلال 6 ساعات عم يروح على بيته، حليت له مشكلته بشكل نهائي، شلون؟ وسوينا دراسه كبيره عليها، شلون؟ حتى نشرناها باكثر من مكان.
نعم دكتور، في كتير ناس بتخاف من كلمة تنظير بسبب انه بيخافوا ما بعد العملية او اثناء العملية او هاي الثقوب الصغيرة تضايقهم او اثناء العملية. خبرنا اليوم الاستطبابات ما بعد التنظير، شو الممنوع شو المسموح، وهل الجرح فعلا بيضايق او لا؟ بالعكس، لا، هي بيسموها جروح طعنيه، يعني عاده وقت عم فوت بالتوكال غالبا كل التوكال اللي عم ندخل فيه هو كليل، فاكيد حيبعد عن الاوعيه، حيبعد عن الاصل. يعني الشفاء بتكون اسرع؟ طبعا، هلا انت التنظير اكيد شفاء اسرع، شلون تقريبا نختصر النص، شلون كفتره شفاء وكفتره الم وتعافي وكذا عم يكون دائما اقل بكثير. بس انا بس النقطه عم تحكوا انه كثير ناس بتخاف من الثقوب، هي الثقوب مع يعني التوكالات الدخول من خلال بفوت فيها شلون هي بتكون كليله، فهي حتبعد عن الشريان، حتبعد العصب، فاجمالا ما بيكون العصب لا 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 متضايق. تخدير عام دكتور؟ هلا هلا معظم العمليات تخدير عام، ولكن ممكن في شغلات ممكن تساوي بشكل يا بيديوال يا اما يكون مثلا موضعي، بس هي عمليات بشكل عام نفخ غاز وكذا تحتاج تخدير عام. نعم. باي عمليه في نسبه نجاح للعمليه ويمكن نسبه احيانا ما بتكون قول فشل، يمكن معنا 100% او انتم بتحطوا كدكاتره او اطباق انه احتمالات نجاحها 100% 90% 75% 50%. التنظيريه هل هي من العمليات يلي ممكن نحن نعتبرها نسبه نجاحها اكبر من العمليات الجراحيه؟ فينا نقول ولا ما فينا نجزم بهذا؟ لا، هلا تقريبا كنتائج جراحه التنظير اكيد افضل من الجراحه التقليديه بكل المناحي اصلا. نعم. نحن كان في مشكله صارت، هلا نحن مو مشكله، انا بحكي لك كمين سر رابطه الجراحين وعضو رابطه الجراحه التنظيريه، نعرف شو اشكاليه. نحن فتره من فترات اجت شغله تقنيه جديده، نحن لا جراحه تنظيريه مو اختصاصيه، يعني فرع من الجراحه انه نحن بنشتغل تنظير. الاطباء القدامى عرف شلون متعودين يشتغل اوبن، اطباء جداد يشتغل تنظير. هلا انت فتره حتى يصير منحنى التدريب هذا التعليم لحتى يتعلموا العالم وتتحسن الخبرات والمهارات كذا عرف شلون بتاخذ فتره، عرف شلون عاده بتاخذ 10 ل 15 سنه عرف شلون حتى يصير. نحن الفتره اللي بلشنا ننطلق فيها وبلشت انه معظم العمليات عم تشتغل تنظير وفي ادوات وستابلك كله موجود، يعني شلون صارت الازمه الفتره الماضيه شلون، فهي يعني الشغله دي اكثر ما انه خففت شوي الشغل. ولكن نحن شلون منحة التعليم تبعنا كان كثير جيد، وكان يعني كل ما يعني واحد عم يتعلم معلم خمسه معلم وكذا شلون، فالسلسله كانت كبيره واسعه وصار في شغل مو بس بدمشق، يعني بكل المحافظات تقريبا بنفس الترتيب. فنحن مثل ما قلت لك جراحه تنظيريه اكيد نتائج احسن من الاوب بشكل عام، لكن الفكره الاساسيه قلت لك يعني هي ماديه والازمه اللي صارت يعني والحصار اللي عم يصير كذا ما عم ناخذ كل التجهيزات مثل ما بدنا يعني شلون، لكن قدرات الاطباء وزملائنا عرف شلون اساتذه كان بالاسد الجامعي وكان بوزاره الصحه كذا شلون قدرات كانت كثير هائله شلون، وكنا بالمؤتمرات ولحد فتره عرف شلون نحن دراسات من نتائجنا شلون حتى بتضاهي نتائج الدراسات العالميه. نعم. نحن دكتور نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، ونتمنى دوام الصحه للكل، واكيد دائما ثقتنا باطبائنا السوريين. شكرا لوجودك معنا. تسلمي، شكرا لكم. شكرا لك دكتور، وشكرا للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. يعني زينب مع الفقره المهمه بتكون صباحنا وصل لنهايته، ويسعد صباحك.